وتودي رسالة للناس كلها تقول ايه حضرتك؟ انا هنعمل ايه؟ ومحتسب عن الله شهيد، وهو كان بيدافع عن البلد كلها، وكان راجل يعني راجل. كل الناس بيتكلموا على جسارته اللي هو كان مصاب قبل كده. كان امينا وكان عارف وكان كويس، ما كانش ما بيأذيش حد. هو ربنا هيأذيهم، اللهم هيأذيهم، ومن قتل امبارح بس ربنا هيأذيهم في الاخره، لانه ما كانش هيعتدي عليهم. والد الشهيد حضرتك بتطالب بيه؟ بتطالب بايه؟ هو ما ماتش، هو في زملاء كتير طالعين في ناس كتير طالعه زملاء ياخدوا يعني البقاء لله، البقاء لله.